الحقيقة دكتور يعني برضو في نقطة طبعا هي متكررة كتير، لكن هي برضو مهمة لأن هي على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات كمالك كذلك، اللي هي موضوع إن الإنسان مثلا لو زاد العدد يخاف على رزقه، يعني مثلا في صنعة معينة لو فتح جنبه محل يقول يعني هيقل الرزق، أو مثلا في الأولاد لو العدد زاد، أو مثلا في الشعوب زي ما الحملة دي بتقول مثلا عدد اللاجئين كبير وبالتالي الموارد هتقل علينا. المسلم ازاي بيفكر في هذا الموضوع ومساله ان الرزق مضمون عند ربنا؟ يعني اولا دي مساله مرتبطه بقضيه معينه. الفاشل العاجز يخاف من اي عدد، لانه معناه زي الشحات. الشحات يخاف من شحات في منطقه، كنا في منطقه تانية خلاص، ولو لقى منطقته الارباح اكتر هينافس عليه. ده منطق الشحات. منطق التاجر صاحب المصنع يهمه العدد العمال بيزيد، ليه؟ بزاوية الورديات والإنتاج بيزيد وفي سوق طالب والطلب أكتر من العرض. طب أنا هنا عايز إيه؟ عايز أفتح مصنع تاني، عايز أجيب مكن، عايز عمال، فبتوسع. خلاص؟ ده منطق العامل ومنطق الشحات. ما يحبش حد في شغلته إلا هو، إنما المنتج العامل لا. لأن النهاردة كل ما في واحد بس اللي محتكر سوق حاجة معينة، لا البضاعة بتجود ولا الزبون مبسوط ولا أنت بتتنافس. كل ما فيه تنافس أنت بتحضر بتشتغل. ليه؟ إن في منافسين آخرين، ولذلك في الإسلام ذلك فليتنافس المتنافسون. لو الجنة دي بيستوي، الجنة دي درجة واحدة وكل الناس دخلها، لحد هيصلي والحد هيصوم والحد هيزكي والحد هيحج والحد يعمل حاجة، وهو اللي شغال زي اللي مش شغال تفرق ايه؟ لا تفرق. انما لما يبقى فيها في الدوس رضوان وخلد و لا، في تنافس. تنافس هو ده الفرق. مسألة انه والله انت عندك كل ولدين ولا ولد واحد ولا ثلاث اربع ولاد، لو هتجيب وترمي في الشارع وعيال يقوم من التعليم قاعد، لكن لو تخلف عيال ترعاهم ولما تكبر هيرعوك، هتقول والله يا ريت بدل الولدين بقوا خمسه. ليه؟ العبء خف، بدل ما اللي بيشيل عبئك انت والزوجه في الكبر ولد بقى اثنين وثلاثه واربعه وخمسه. اللي بيفرق هنا ايه؟ اللي هيربي والمنتج. انت مطلع للمجتمع بيئه صالحه وعضو صالح فيها اولاد وتباهي بيها، ولا مجرد عدد في الليمون وبتزود الشحاتين والمتسولين والعاطلين واحد ولا اثنين ثلاثه اربعه؟ ده مبدا اقتصادي اللي هو نظريه الوفره والندره. الغرب انه مادي يقول لك لا، نظريه الندره ان الكون يا جماعه ربنا حط فيه الخير والمعادن والمواد الخام محدوده، وعشان كده البني ادمين لازم على قد الايه المواد والمبنيين تترك. خلاص، نظريه الندره اللي موجود ما يكفيش البني ادمين. الاسلام يتبنى نظريه الوفره، لا، ان ربنا لما خلق الكون قال ايه؟ وقدر فيها اقواتها. اقوات مين؟ كل اللي عليها. الزرع، النبات، الجماد، الحيوان، الانسان، الانس، الجن، كل اللي عليها قوته موجود فيها لحد لما القيامه هتقوم. لان لو من علامات يوم القيامه ان الخير هينتهي والناس هتموت جوع اخر 100 سنه، كنا فهمنا ان اللي في الارض ما يكفيش. انما يا جماعه ده احنا خيرات اللي ربنا سابها لنا في الكون لا تنتهي. بدليل حتى بلادنا، كم السرقات اللي على رأي القذافي لما كان بيقول على مصر، مصر أغنى دولة في العالم. قالوا له ليه؟ قال بتتسرق من أيام الفراعنة ولسه ما فلستش. وده حقيقي، ومش معناه ما فلستش، لا، هو الخير اللي فيها مشكلته إن متاكل على أصحابها وبيبقوا فيها محدودة. إنما الخير يكفي الناس. زكاة المسلمين في العالم تكفي وتقضي على الفقر، لكن هي فين الزكاة دي؟ الناس بتمنعها.
لو الناس بتطلع الزكاة الصحيحة لأهلها حدش يحتاج. لا تلاقي مسجون عشان جاري وعلى فلوس، ولا اللي رأيت في الشارع عشان مش لاقي اكل، ولا اللي مات من المرض.